مرحلة مهمة مع الأستاذ محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي. سيادة المستشار برحب بحضرتك. مساء الخير يا عمر، ازيك؟ مساء الخير على مشاهدينك وعلى الكابتن حاتم. طبعا عايز أعرف من حضرتك الإجراءات التصاعدية اللي اتخذها النادي الأهلي صباح اليوم. هو إجراءات اليوم بتعكس إطار أو استكمالا لقرار مجلس إدارة النادي الأهلي بالإجماع في مرحلة سابقة بمقاضاة كل من تجاوز حق النادي الأهلي ورموزه وجماهيره. وهذه الخطوات بدأناها ببلاغ العام ثم بلاغ الأسبوع الماضي أيضا، واليوم تم تقديم 6 بلاغات، 4 منهم لجهات للعلم والإحاطة، وباقي الجهات الأخرى وهي اللجنة القضائية للقيام والتحقيق، وأيضا لجنة الأخلاق باتحاد الكرة. الجهتين دول اللي هم اللجنه القضائيه للتحقيق باللجنه الاولمبيه بالاضافه للجنه القيم والاخلاق بالاتحاد الرياضي، دي لجان قضائيه تم موافقتها بكل تجاوزات رئيس نادي الزمالك من خلال سيديهات واقراص مدمجه. وهاتين الجهتين الاخرتين تملكان اتخاذ اجراءات عقابيه ضد رئيس نادي الزمالك باعتباره احد عناصر اللعبه، وهذه الاجراءات العقابيه قد تصل الى الايقاف مره اخرى. طبعا يعني قرينا البيان في بدايه الحلقه للساده المشاهدين، ايضا حضرتك تعليق حضرتك على قرار المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام بوقف رئيس نادي الزمالك لمده 2 شهر. طبعا قرار المجلس بيتفق مع الاجراءات اللي اتخذها النادي الاهلي ومع مضمون البيانات ومضمون العبارات اللي تضمنتها خطابات النادي الاهلي، لانه قال إن بيوقف مرتضى منصور 2 شهر حفاظا على مقتضيات الأمن القومي بعدم التحريض على إثارة الجماهير الرياضية المصرية والتطاول عليها والتحقير من شأنها ومن شأن الرموز الرياضية. المجلس الأعلى للإعلام يعد قرار إدانة جديد لسلوكيات رئيس نادي الزمالك، والعبارات اللي تضمنها البيان أعتقد إنها يعني بتعبر عن الموقف الحالي وبتنبئ عن خطورة الموقف الحالي من فيما يخص مسألة التحقيق الجماهيري. أستاذ محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي بشكر حضرتك، شكرا جزيلا.